مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة الاخبار المغربية ان 24. نبدأ من العيون، عاصمة الصحراء المغربية، حيث افتتحت مجموعة لوغال البولونية احدى ابرز المصنعين الاوروبيين في مجال حلول الاضاءة الاحترافية امس فرعها المغربي الذي يحمل اسم لوغ ماروك. وليد حميدي علوي وباقي التفاصيل. خلال مراسم افتتاح فرع مجموعة لوغ البولونية إحدى أبرز المصنعين الأوروبيين في مجال حلول الإضاءة بعاصمة الصحراء المغربية العيون، أكد ريتشارد فيتوركوفسكي رئيس هذا العملاق البولوني أن افتتاح هذا الفرع في العيون يؤكد قناعة المجموعة الراسخة بأن المغرب يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لها. هذا الافتتاح اليوم ديال لوغ في مدينة العيون هو تجسيد عملي لفعالية الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الحكيمة ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. ويأتي اختيار المجموعة البولونية فتح فرع لها في العيون بعد الزيارة التي قامت بها البعثة الاقتصادية البولونية للمملكة في شوتنبر للسنة الماضية، والتي أعربت خلالها عن اهتمامها الفعلي بالفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة. هذه الدينامية هذه وهذا الإنجاز فهو جاء تتويج لعمل دؤوب، عمل جبار ديال السيد سفير صاحب الجلاله في بولونيا، والمواكبه ديال المركز الجهوي للاستثمار بجميع مراحل توطين هاد الشركه. وبتوفرها على اكثر من 30 سنه من التجربه والخبره في مجال تخصصها، تعمل مجموعه لوغ التي توظف ازيد من 600 شخص في بولونيا في العديد من المدن الكبرى حول العالم مثل دبي وباريس ولندن. كما يتواجد هذا الرائد الاوروبي لحلول الاضاءه الاحترافيه في بلدان امريكا الجنوبيه، لا سيما في الأرجنتين والبرازيل. تم بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش إطلاق مزرعة ذكية ستساهم في تعزيز البحث العلمي في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية. وتهدف هذه المزرعة الفريدة من نوعها إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في القطاع الفلاحي، قصد تخطيط وإدارة المحاصيل بشكل دقيق. وليد حميد علوي. بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش تم إطلاق مزرعة ذكية ستساهم في تعزيز البحث العلمي في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية. وتهدف هذه المزرعة إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في القطاع الفلاحي، قصد تخطيط وإدارة المحاصيل بشكل دقيق. هناك واحد المجهود اللي كيقوموا به الطلبة الدكاترة والتقنيين من أجل رقمنة الكلية. كيفما كتعرفوا الكلية ديال العرائش هي كلية اللي كتوجد في واحد الجهة اللي هي متميزة من ناحية الصناعة الغذائية ومن ناحية الفلاحة. كاين هناك غنية ديال جهة غنية بالماء، وبالتالي لابد من تطوير هذا القطاع هذا. أنا كنوه بهذه البادرة لأن تتخلي كاع القوى ديال البحث العلمي وديال الابتكار تمشي في اتجاه واحد باش تصب في هذا، لأن غادية مع المتطلبات ديال الإقليم. وتعتمد هذه المزرعة الذكية على استخدام تقنيات انترنت الأشياء وطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى برامج معلوماتية ذكية تقوم بتحليل البيانات واتخاذ القرارات بدون حاجة إلى تدخل بشري. الهدف من كل هذا هو أولا ترشيد الموارد الطبيعية، خصوصا الماء المخصص للسقي، وكذلك العمل ضمن مقاربة مستدامة. ومن شأن هذه المزرعة أن تساهم في تجميع قدرات البحث العلمي والابتكار وتجميع كفاءات الباحثين بما يتماشى مع المؤهلات الفلاحية للإقليم، وذلك بفضل انفتاح الكلية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وسعيها لتلبية متطلبات سوق الشغل من حيث الأطر. بعد مبادرة أولى توقفت قبل سنتين، قام خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بزيارة إلى موقع مشروع تيغرت إم والدار قرب مدينة أكادير، وذلك لتبادل الخبرات مع الصيادين المغاربة في مجال تطوير تربية المحار. المزيد من التفاصيل في ورقة عبد اللطيف بن طالب. خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يزورون موقع مشروع تيغرمت ميوادار قرب مدينة أكادير
في مبادرة لتطوير تربية المحار مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية باعتماد التقنيات المطبقة في أعالي البحار وباستثمار أقل تكلفة. يدخل هذا المشروع في إطار عام يهدف إلى تطوير أداء الصيادين باعتماد تقنيات جديدة في اشتغالهم البحري، وهو ما يتقاطع أيضا مع رؤية بلادنا من أجل تطوير هذا المجال البحري. المبادرة الثانية لهذا المشروع أطلقت في غشت من سنة 2021 بعدما أطلقت المبادرة الأولى من طرف الخبراء اليابانيين سنة 2019 لتحديد موقع مشروع تيغرمتيمي والدير، غير أنها أوقفت بسبب انتشار فيروس كورونا. ستمكن هذه المبادرة الصيادين المغاربة من تعزيز مهاراتهم في مجال تربية المحار، ذلك أن هذا النشاط هو مدر للدخل ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الجهة. في سنة 2011 أحدثت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية لتكون أداة لتنمية قطاع تربية الأحياء، وعملت كذلك منذ إنشائها لتشكل الشباك الوحيد للمستثمرين في مجال تربية الأحياء البحرية. يشهد ورش تطوير وتعميم التعليم الأولي بإقليم أزيلال الجبلي في أفق سنة 2027 تقدما ملحوظا، فعلى الرغم من تضاريسه الجبلية وتباعد تجمعاته القروية يسجل الإقليم أحد أعلى معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم الأولي بالمغرب. تفاصيل أكثر مع صفية عثمان. يشهد ورش تطوير وتعميم التعليم الأولي بإقليم أزيلال الجبلي في أفق سنة 2027 تقدما ووتيرة متسارعة، فعلى الرغم من تضاريسه الجبلية وتشتت تجمعاته القروية يسجل إقليم أزيلال أحد أعلى معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم الأولي بالمملكة. بهذا الإقليم بلغ عدد الأطفال المسجلين بأقسام التعليم الأولي أكثر من 12 ألف تلميذ خلال موسم 2021-2022. هذا المشروع يقتضي أن التعميم يكون إن شاء الله في أفق 2027-2028. الحمد لله حتى الحدود سنة 2023 يعني السنة المقبلة، وفي إطار الاتفاقية ديال توسيع العرض المدرسي المبرمة ما بين الأكاديمية وأيضا مجلس الجهة، تم برمجة يعني على مدى يعني 4 سنوات عدد من الحجرات الدراسية الخاصة بالتعليم الأولي، والبرنامج لازال مستمرا إلى حين إن شاء الله يعني التعميم دياله. منذ إطلاق برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018 تم إنشاء ما مجموعه 148 فصلا دراسيا مخصصا للتعليم الأولي في غضون 3 سنوات بمختلف مؤسسات التعليم العمومي بالإقليم، كما تمت برمجة حوالي 96 وحدة جديدة للتعليم الأولي بتكلفة إجمالية تزيد عن 21 مليون درهم هذه السنة بمختلف الجماعات. لأن ما يزال تصعيد سيد الميدان حول الأزمة الدولية في أوكرانيا بعد أن جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض موسكو تمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، واصفا إياه بأنه عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا. في المقابل أوكرانيا بدورها ما تزال تؤكد سعيها للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو. تفاصيل أوفى مع عبد اللطيف بن طالب. بعدما قدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للرئيس الروسي تقريرا حول المستجدات الأخيرة للأزمة الأوكرانية، جدد فلاديمير بوتين رفض موسكو تمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، واصفا ذلك بعملية خطيرة جدا وكونها لا نهاية لها. ورغم التوترات المتواترة، الوزير لافروف قال إن هناك فرصا لحل الأزمة الأوكرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، مضيفا أن فرص الحوار لم تستنفذ بعد. انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يشكل أحد أهم الأسباب التي تزعج موسكو، فتمسك كييف بهذه المبادرة جدده الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسعي بلاده للحصول على عضوية حلف الشمال الأطلسي الناتو، معتبرا انضمام كييف للحلف سيضمن أمنها. وزارة الخارجية الأوكرانية بدورها
أكدت التمسك بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، معتبرة عضوية كييف في الحلف هدفا منصوصا عليه في دستور البلاد. وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات أمس في أول زيارة له لهذا البلد الخليجي منذ فبراير سنة 2013 حين كان رئيسا للوزراء، وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على رأس مستقبلي أردوغان في مطار العاصمة الإماراتية، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طارق. لأول مرة منذ 9 سنوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدأ زيارة رسمية للإمارات، زيارة هي الأولى أيضا لأردوغان منذ توليه الرئاسة في بلاده، وتعتزم أنقرة وأبو ظبي خلالها توقيع 12 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة. وكان الرئيس التركي أكد إن زيارته ستسعى إلى التعاون مع الإمارات من أجل تطوير الصناعات الدفاعية إلى جانب مجالات التعليم والصحة والثقافة، مشيرا أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر. زيارة أردوغان إلى الإمارات على مدى يومين تأتي بعد 3 أشهر من زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا، شكلت حينها محطة تاريخية مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا. عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للجسر بعدما أخلته الشرطة الكندية من متظاهرين احتلوه على مدى 7 أيام احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة وباء كورونا. صافي عثمان. عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، بعدما أخلته الشرطة الكندية من متظاهرين احتلوه على مدى 7 أيام احتجاجاً على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19. وحسب الشركة المشغلة للجسر فإن هذا الأخير مفتوح بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأمريكي. وكان لإغلاق الجسر تداعيات على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود، وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر. وأكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية أن العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور، وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية. ومارست واشنطن ضغوطاً على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام السلطات الفيدرالية لوضع حد للعرقلة التي لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي. صوت السويسريون بالأغلبية في استفتاء لصالح حظر إعلانات التبغ المتاحة للأطفال والمراهقين والتجارب على البشر والحيوانات، وذلك وفق ما أظهرت أولى النتائج الرسمية. صفية عثمان وتفاصيل أكثر. صوت السويسريون بالأغلبية في استفتاء نظم لصالح حظر إعلانات التبغ المتاحة للأطفال والمراهقين والتجارب على البشر والحيوانات، وذلك وفق ما أظهرت أولى النتائج الرسمية. وأظهرت أرقام المستشارية الفيدرالية فوز معسكر النعم ب 54%، إضافة إلى حصد تأييد أكثرية الكونتونات، وهما شرطان لازمان لإقرار المبادرة. وحسب النتائج الأولية فقد رفض السويسريون بأغلبية تقارب 80% حظر التجارب على الحيوانات والبشر. وقد كانت سويسرا حيث ربع السكان من المدخنين قبل هذا التصويت تعمل بتشريعات متساهلة للغاية في هذا المجال، لا سيما بسبب الضغط القوي من جانب أكبر شركات التبغ في العالم التي تتخذ مقرات لها في البلاد. ويمنع القانون السويسري حالياً الإعلان عن التبغ على أمواج الإذاعة وشاشات التلفزيون أو عندما يكون موجهاً بشكل خاص للقاصرين. في الخبر الفني وبالعاصمة الروحية فاس، افتتح برواق محمد القاسمي معرض تشكيلي للفنان أحمد بناني يستمر إلى غاية 28 فبراير الحالي.
المعرض المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة فاس مكناس يرفع شعار البساطة فن صعب. كيف ذلك؟ الإجابة مع هجر الراضي. البساطة فن صعب، شعار حمله الفنان التشكيلي أحمد بناني في لوحاته التي احتضنها رواق محمد القاسمي بفاس. وينفتح الفنان التشكيلي الذي له اهتمامات أخرى مثل التصوير والنحت على جمهوره بإحدى وأربعين لوحة فنية تداخلت فيها ألوان عديدة بشكل جمالي ودلالي، وهو ما أنار الطريق أمام زوار المعرض لفك رموز وطلاسم إبداعات الفنان. في هذا المعرض حاولت بعد تجربة طويلة باش نختزل المهارات ديالي في أقل ما يمكن له يكون. داكشي علاش وصلت لهذه التجربة، هذه نقصت من أي حاجة معقدة لوصل لحد البساطة. المعرض يقدم تجربة فنية تمتاز باعتناق فن البعد عن التعقيد واعتناق الفن السهل الممتنع، حيث يعتبر بناني من الفنانين المغاربة الواعدين في مجال التشكيل. هو فنان تلاحظوا من خلال اللوحات ديالو هو تعتمد على البساطة، وهذا شعار المعرض ديالو. والمعرض عنده يبتدي من اليوم إلى 28 من هذا الشهر. وتجمع تجربة الفنان التشكيلي أحمد بناني ما بين البساطة والتعقيد، حيث عاد إلى أصل أي شيء وهي النقطة، وبعد تراكم النقط تمكن من إخراج تجربته الفريدة. رياضيا، بلغت أشغال تجديد وتوسيع الملعب البلدي لكرة القدم بمدينة وطزم مراحل جدة متقدمة بعد أشهر من انطلاقتها، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على هذه المنشأة الرياضية. وليد حميد علوي. بلغت أشغال تجديد وتوسيع الملعب البلدي لكرة القدم بمدينة وطزم مراحل جد متقدمة بعد أشهر من انطلاقتها، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على هذه المنشأة الرياضية. المشروع الآن في هذا الشطر الثالث ديالو فهو انتهى، وتمت عملية اقتناء يعني الأشغال في هذا الشطر هذا. دابا اللي كاين خصوصا التساؤلات ديال الجماهير اللي محطوطه، واش مقاول لحبس الاشغال او حاجه اخرى، بالعكس مقاول كمل الاشغال ديالو. وبعد استكمال المرحلة الثالثة من بناء مدرجات الملعب وتكسيته من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعشب طبيعي جديد، يأمل سكان مدينة وطزم أن تنتهي قريبا الأشغال بهذه المنشأة الرياضية حتى يتمكن ملعب الشهداء من إعادة فتح أبوابه في وجه الجمهور والبطولة الوطنية في قسمها الأول. رياضيا، دائما رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحديث عن أي تركيز عن أن تركيز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سيتأثر بإمكانية انتقاله إلى الفريق الإسباني قبل المواجهة بين الفريقين في ذهاب دور 16 بدور أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء. ورفض مبابي البالغ 23 عاما تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ليزيد من توقعات انتقاله إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي إن كل لاعب في المباراة سيركز بنسبة 100% على إخراج فريق يمكن أن ينافس فريقه على لقب دوري الأبطال. بهذا مشاهدينا نكون قد استوفينا مواد هذه النشرة. تفاصيل أوفى عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني 24tv.ma. شكرا مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.